بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، نستكمل محاضرة متعلقة بالجيومورفولوجي. نتكلم اليوم عن باقي الجيومورفولوجيكال ايجنتس أو الجيومورفولوجيكال بروسيسز. نتكلم عن السيرفيس رانينج ووتر as an agent، كعامل مهم أو process مهم من العمليات الجيومورفولوجية. السيرفيس رانينج ووتر هو يسمى fluvial processes، fluvial processes أو العمليات المائية. ولكن يعني حابين نتكلم شوية عن الووتر run of processes في عملية الجريان للمياه، ويسمى بالجريان السطحي، وهو ما يعرف بالسيرفيس ران اوف، او نفسه برضو يسمى بالاوفرلاند فلو. خلينا بس ناخذ المؤشر. السيرفيس ران اوف هو الجريان السطحي او يسمى الاوفرلاند فلو، وهو عبارة عن الجريان الناتج من هطول الامطار او ذوبان الجليد على سطح الارض. عند ذوبان الجليد على سطح الارض يتكون طبقة من الغلاف المائي او الجريان المائي على شكل شيت أو على شكل طبقة رقيقة من الماء التي تجري على سطح الأرض. هذا الجريان يكون بسبب الأمطار أو بسبب ذوبان الجليد، ثم يتحول من جريان على شكل مسطح إلى جريان في روافد صغيرة، تتجمع من روافد صغيرة إلى روافد أكبر، وبالتالي تؤدي إلى تكون الأنهار أو الستريمز أو المجاري المائية. هذه المجاري المائية تساهم بشكل كبير جدا في تشكيل كثير من المظاهر الطبوغرافية على سطح الأرض. تقوم بنحتها، تقوم بعملية النحت والتشكيل والنقل، وبالتالي هي من أهم العوامل الجيومورفولوجية أو العمليات الجيومورفولوجية التي تشكل سطح الأرض. هي عبارة عن fluvial processes. طيب الفلوفيال بروسيس زي ما حكينا، او السيرفس اللي تتمحور في السيرفس رانوف، هي عباره عن الووتر فروم رين اور سنو ميلت ذات فلو اوفر ذا لاند سيرفس اند ا ميجر كومبوننت اوف ذا ووتر سايكل. يبقى السيرفس رانوف، الجريان السطحي، هو احد مكونات الدوره المائيه. عارفين انه بصير تبخر، ثم تصاعد المياه للاعلى، ثم تكثف، ثم تكون غيوم، ثم هطول امطار. بعد هطول الامطار يحدث ما يعرف بالسيرفس ران اوف او الجريان السطحي، ترجمه العربيه ممكن نسميها كمان اوفرلاند فلو. The surface water is the main hydrological processes that influence the morphology of fair slopes and streams. يبقى قلنا انه زي ما حكيت انه العمليات الجيومورفولوجية الناتجة عن عمل المياه هي بتكون بالغالب بتشكيل مظاهر طبوغرافية لها علاقة بالمنحدرات او التلال او الوديان او المجاري المائية. A runoff that occurs on surface before reaching a channel is called overland flow. زي ما حكينا قبل شوي، إن هذا الجريان السطحي الذي يحدث على السطح، جريان المياه على السطح، بيكون بشكل شيت، على شكل شيت أو بشكل ورقي، بمعنى إنه طبقة رقيقة من الماء تتجمع فيما بعد على شكل أودية أو روافد صغيرة. قبل أن تصبح روافد تسمى
اوفرلاند فلو، هذا الجريان يسمى اوفرلاند فلو. A land area which produces a run of draining to the common point is called a watershed. طبعا هنا يعني توضيح لمصطلح الووترشيد اللي هو متعلق بالجابية. الجابية أو هي عبارة عن المنطقة التي يتجمع فيها الروافد والمياه الجارية السطحية إلى نقطة ما، هي المنطقة التي تتجمع فيها المجاري المائية إلى نقطة ما. يعني زي ما أنتم شايفين هنا في هذه الرسمة، هذه عبارة عن روافد، هذه الروافد أو المجاري المائية أو الدرينيج تتجمع إلى نقطة في الأخير، هذه المنطقة تسمى الجابية أو اللي يسموها الووترشيد أو يسموها الووترشيد أو يسموها الدرينج بيزن، هي الحوض المجاري المائية أو الحوض الذي يجمع مجموعة من المجاري المائية يسمى الدرينج بيزن. والدرينج بيزن are the area which contributes water to the particular channels or set of channels، هي المنطقة التي يعني تستخدم لتزويد أو نقل المياه إلى روافد صغيرة. هاي كلها المنطقة، هاي كلها المنطقة تسمى الووترشيد، وهي عبارة عن المنطقة التي يتم تجميع المياه فيها إلى روافد صغيرة ثم تنتهي بنقطة ما. هذه يجب أن تنتهي بنقطة ما، كل المية الموجودة في هذه الجابية بتصب في الأخير في هذا الوادي أو في هذا الستريمز، وبالتالي تسمى ووترشيد، لأن ربما تمر على المصطلحات هذه يجب أن نكون عارفينها. طيب طبعا احنا عارفين انه كلما زادت عمليات البناء وانشاء المنشآت الخرسانية وبلاط الشوارع والاسفلتات، بالتالي بيزيد الجريان السطحي، بيزيد الجريان السطحي، لأن الجريان السطحي يعتمد على نوع الصويل، نوع التربة. بالتالي إذا كانت التربة، يعني إذا كان في عندي هنا منطقة ولازم تكون منطقة فيها انحدار، يهطل عليها أمطار يسموه precipitation، هطول أمطار، هطول الأمطار هذا سيؤدي إلى تجمع المياه وجريان المياه هنا يسموه السيرفيس ران اوف او اوفرلاند فلو، الجريان السطحي. لان هذا الجريان يعتمد على نوع السويل او السويل تايب، واذا ما كان عنده قدره على النفاذيه عاليه فانه راح يتغلغل جزء من المياه إلى المياه الجوفية، وبالتالي بتقل كمية الجريان السطحي. ولكن إذا ما كانت هذه عبارة عن خرسانة كونكريت، كونكريت، فإن الجريان السطحي راح يزيد، وبالتالي المنشآت الحضرية أو الإربانيزيشن increases surface runoff by creating more impervious surfaces such as a pavement and building which did not allow percolations of the water down through the soil to the aquifer. يمكن بالأخير وجود pavement مناطق معبدة ومباني راح يؤدي يمنع البركوليشن، percolation أو infiltration، الانفلتريشن هي عبارة عن عملية تغلغل المياه إلى الخزان الجوفي اللي هو يسمى الأكويفر. الأكويفر هو الخزان الجوفي. طيب يبقى الأوفرلاند فلو، الأوفرلاند فلو لاحظوا هنا استخدمنا مصطلح مرة ثانية،
هو نفس السيرفيس ران اوف، هو نفس الجريان السطحي. ويحدث الجريان السطحي بطريقتين. كيف يحدث الجريان السطحي؟ يحدث الجريان السطحي بطريقتين، اما الهارتانيان اوفرلاند فلو، يسمى الهارتانيان من هارتون نسبة لهارتون، هارتونيان اوفرلاند فلو، او ساتوريشن اوفرلاند فلو. شو الفرق بين الهارتونيان اوفرلاند فلو والساتوريشن اوفرلاند فلو؟ الهارتونيان اوفرلاند فلو هو يحدث عندما تكون شدة الأمطار that reaches to the surface exceeds the infiltration capacity. إذا كان شدة الأمطار الساقطة أكبر بكثير من قدرة التغلغل أو الانفلتريشن، تغلغل المياه إلى الخزان الجوفي أو التربة، تغلغل المياه في التربة أو إلى الخزان الجوفي، كل مكان قدرة الانفلتريشن قليلة، كل مكان الأوفرلاند فلو عالي. This known as الهارتونيان أوفرلاند فلو. يبقى زي ما حكينا، إذا في عندي سطح وهنا السويل، سطح التربة وهنا عبارة عن سقوط الأمطار، هنا precipitation rates، هنا precipitation إذا كانت precipitation rate أكبر من infiltration، هذا الانفلتريشن، يبقى الانفلتريشن هو عبارة عن كمية المية داخل الخزان الجوفي، هنا السويل، يبقى كمية المية داخل الخزان الجوفي، وهنا كان في عندي كمية المية الساقطة. لاحظ لو اعتبرنا ان هذا مثلث يعبر عن كمية المية، فإنه كمية المية الساقطة أكثر من كمية المية الداخل الخزان الجوي، هذا يؤدي إلى تكون زائد من المياه اللي حصيلها سيرفيس ران أوف، أو يسموها أوفرلاند فلو. يبقى الموضوع هنرجع لي، هذا يعرف ب حكينا هذا يعرف ب if the precipitation rate أكبر من the infiltration rate، هذا حيعطيني ما يعرف بالهارتونيان overland flow. طيب الحالة الثانية وهي حالة saturation التي يمكن يحدث جريان سطحي، يعني هنا بالعربي بشكل مبسط، إذا كانت شدة الأمطار الساقطة أكثر من قدرة التربة على استيعابها وامتصاصها، راح تفيض المي ويصبح عندي فائض، هذا الفائض حيتجمع على السطح. طبعا من أنا نتكلم عن الأسطح المائلة أو الهيلسلوب، فسوف يحدث هذا الجريان السطحي على سطح الأرض. النوع الثاني، متى يحدث الجريان السطحي؟ يحدث الجريان السطحي إذا كان صار تشبع للسويل، صار تشبع للسويل. When the combination of precipitation intensity and durations، إذا كان عندي هناك نتج من شدة الأمطار الكبيرة واستمرار المطر لفترة طويلة duration، أصبحت مثلاً شتاء مستمر لمدة 3 ساعات، فهذا الشتاء المستمر راح يؤدي إلى تشبع will saturate the soil and raises the water table to the surface، وحيؤدي إلى ارتفاع الخزان الجوفي أو منسوب المياه في الخزان الجوفي، وبالتالي تصبح المياه الجوفي مشبعة ولا تستطيع استيعاب كمية أكبر من المياه، راح يحدث عنه جريان سطحي.
نشوف هنا نرسم الحالة الثانية اللي هي يسموها saturation overland flow. saturation overland flow افرض انا عندي هذا عبارة عن الايرث سيرفيس سطح الارض، وهذا عبارة عن الخزان الجوفي، ونفترض انه مكون من الساند من الرمل. وهنا عندي الجراوند ووتر تيبل، هذا عبارة عن الجراوند ووتر تيبل منسوب المياه الجوفية. الآن حدث عندي أمطار شديدة precipitation ولمدة مثلا 3 hours 3 ساعات، فإنه هتنزل كمية كبيرة من المياه الجوفية، المياه الخزان الجوفي filtration، مما ينجم عنه إنه إنه يرتفع منسوب المياه الجوفية. هذا عبارة عن اللي هو الجراوند ووتر تيبل 2 رقم 2. هذا رقم 1 الحالة الأولى. هنا after ايش؟ بعد الأمطار، بعد الرينفول، بعد سقوط الأمطار. يبقى الحالة هذه أصبح المنطقة مشبعة، هذه المنطقة أصبحت saturated، أصبحت saturated، وبالتالي راح يصير في عندي هنا مية، والمية هذه يصير لها إيش؟ جريان سطحي، راح يحدث لها جريان سطحي. يبقى الحالتين اللي بيحدث فيهم جريان سطحي، إما هارتونيان overland flow وإما saturation overland flow. طيب طبعا هذا الجريان السطحي هو زي ما حكينا ليش بنتكلم عنه، نتكلم عنه لأنه هو المسؤول عن تشكيل ونحت سطح الأرض بالعوامل المائية. بنشوف عنا هنا في المقطع، بنشوف عنا precipitation أمطار، الأمطار هي تسقط على الأرض ثم تتحرك بجريان سطحي، هذا ما يعرف بالأوفرلاند فلو. جريان سطحي، جريان سطحي راح حيكون بعض المجاري المائية التي تتجمع على شكل روافد. لاحظ الروافد تتجمع، الرافد هذا والرافد هذا يتجمع ويصل إلى رافد أكبر، الرافد هذا والرافد هذا يتجمع يصل إلى رافد أكبر، الرافد هذا يأتي إلى رافد أكبر، ثم يأتي الرافد هذا والرافد هذا ويكون رافد أكبر، ثم يأتي هذا وهذا، ثم يصب جميعا في المين أو المين ستريم، الوادي الرئيسي اللي هو الريفر. قد يكون هذا ريفر، هذا قد يكون ريفر، تمام. لاحظ هنا بيكون في عندي جريان سطحي، هذا الجريان قد يكون إما يتبع لي الهارتونيان أوفرلاند فلو أو يتبع لي الساتوريشن أوفرلاند فلو إذا كان يصير في تشبع في الطبقات، تمام. شرحنا هذا الموضوع الجابية، وقلنا هذه الروافد، الروافد هاي هي عبارة عن مجاري مائية صغيرة تجلب الماء من الأرض المجاورة من اللاند، التي طبعا هنا الماء هاي اللاند طبعا في سلوب، هنا في ميل، هاي اتجاه الميل، تمام، هذا اتجاه الميل وهذا اتجاه الميل وهذا اتجاه الميل. يتجمع المياه الآتية من الأرض في الروافد الداخلية،
في الروافد الداخلية وتكون زي ما تشايفين تكون الجابية اللي سميناها احنا الووترشيد. الووترشيد هذا يتجمع في الأخير في نقطة أستطيع أن أعرف كمية الووتر ديستشارج وهي كمية الماء الذي تجمع في هذه مساحة الأرض. وتقول هذه مثلا مثلا 200 متر مربع، 200 متر مربع هذولا جمعوا كمية من المياه من خلال هذه الفروع أو القنوات اللي بنسميها احنا تريبيوتوريز، نسميها تريبيوتوريز أو الروافد. طيب هذه الروافد مهمة جدا في حساب كمية المية. هذه الروافد أول شيء تقوم بتشكيل عملية نحت شكل الحوض، وبالتالي تقوم بتأثير في شكل المجرى النهري، ثم أنها تقوم كذلك بعملية إيروجن للبيدروك. والبيدروك هي صخور القاعدة، يعني الصخور التي يجري عليها الماء. فإذا كان في عندي صخور بالشكل هذا، طبقة من الصخور، وهنا في مجرى مائي يقوم بالجريان على هذه الصخور. هذه الصخور سواء أيا كان نوعها تسمى البيدروك، حيث تقوم هذا المجرى المائي بنحت المجرى في هذه الصخور. يقوم المجرى المائي بنحت المجرى تبعه في هذه الصخور. الآن مهم جدا معرفة كمية الماء التي تجري في هذه الكاتشمنت إيريا. طبعا نصير نقول إنه هي اسمها ووترشيد أو كاتشمنت إيريا. لاحظ هذول التنتين سينونيمز، أي مترادفان. سينونيمز والكاتشمنت باللهجة الأمريكية and catchments باللغات الأخرى. الأمريكان بيسموا الجابية هاي الووترشيد، وبقية العالم بيسميها الكاتشمنت إيريا. طبعا الترتيب تاع الروافد المائية أو المجاري المائية أو الفروع المائية بنسميها احنا تريبوتوريز، بنسميها تريبوتوريز، مفردها تريبوتوري. هذه الروافد هي عبارة عن مجاري مائية دقيقة بتكون ريلز مثلا ريل و أو جدول مائي صغير، جدول مائي أو رافد مائي يصب في رافد آخر، ثم يصب الرافد الآخر في رافد آخر، وهكذا تجمع المياه وبالتالي بتزيد كمية المياه. يعني إذا كان في عندي هنا 1 لتر يدخل هنا، فيخرج من عندي هنا حوالي 100 لتر من المياه. وبالتالي مهم جدا إن نحرف نعرف ترتيبها. هذه لها ترتيب يسمى الاسترالر نمبر، أو بيسموها طبعا هارتون استرالر نمبر، لأنه هارتون هو أول واحد عمل هذا الترتيب. والاسترالر يسموه استرالر أو اشترالر أو استرالر ستريم أوردر are used to define the stream size based on the hierarchy of tributaries. يبقى هو عبارة عن تعريف لحجم الوادي أو حجم الرافد هذا، هذا بالأخير ستريم. هذا الستريم كمية المية أو الكيو اللي طالع منه تعتمد على الترتيب الهرمي hierarchy of tributaries. يبقى الترتيب الهرمي لهذه الروافد، الترتيب الهرمي لهذه الروافد. وبتلاحظ كيف تحسب، كيف تحسب، تحسب كالتالي: أول رافد من أعلى النهر، هنا upstream أعلى النهر، وهنا downstream يعني باتجاه المصب، باتجاه المصب، وهذا أعلى المصب. نبدأ هنا كلمة الترتيب الهرمي بمعنى من الأعلى إلى الأسفل، هنا أعلى في الارتفاع high in elevation.
وهيك كل ما نزلنا بيقل الاليفيشن. لاحظ اول رافد بيشبع الماء بيعطيه رتبه واحد، الرتبه الاولى. اذا اجتمع الرافد هذا مع رافد اخر في نقطه، في نقطه، يبقى هذه النقطه هي بدايه الرافد الثاني. يبقى الرافدين، الرافد الاول او اول رافد تكونت فيه المياه اذا اجتمع برافد اخر، هذا حيعطيني نقطه لبدايه الرافد الاعلى منه في الترتيب اللي هو الذي يحتوي على كميه ميه اكبر، اللي هو رافد رقم 2. الرافد رقم 2 اذا التقى برافد من رقم اول ما بتغير، لانه 2 يعتبر، يعني هذا يلتقي بهذا، هذا رافد اصبح 2 وهذا رافد 1، مش هياخذ ترتيب ثاني لا، ولكن متى ياخذ ترتيب ثاني؟ اذا التقى رافد ترتيبه ثاني مع رافد ترتيبه ثاني في نقطه، راح تبدا الدرجه الاعلى وهو الترتيب، الدرجة الأوردرينج، الترتيب أو الرتب، الرتبة الثالثة، وهي الرتبة التي تجمع رافدين من الدرجة الثانية. ثم راح إذا في رافد من الدرجة الثانية يلتقي برافد من الدرجة الثالثة، ملوش رتبة، ملوش رتبة، يعتبر نفس الرتبة. تمام؟ لو التقى هذا الآن برافد آخر، نفترض أن رافد هنا من الدرجة الثالثة، فحيبدأ هنا الرافد من الدرجة الرابعة. تمام؟ هنا بتلاحظ انه كم ستريم، هنا ستريم اوردر 1 2 3 4، ستريم اوردر رقم 1 في عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، في عندي 10 روافد اولية. الرتبة الثانية في عندي اللون أزرق، في عندي 3 رواتب رتبة ثانية. الرتبة الثالثة في عندي هنا في 1، وافترضنا هذا الثاني، لقينا في عندنا 2 من الرتبة الثالثة، لو افترضنا هذا معاهم، ثم 4، يبقى في عندي 1 وحيد من الرتبة الرابعة. طبعا هذا مهم جدا بعد ذلك في حساب كميات المياه، وبالتالي كمان تعتمد على كمية حمل هذه الأودية من الرواسب الرملية. طيب الووتر فلو، تدفق المياه، يمكن أن يكون ياخذ حالتين، حالات جريان المياه، إما تكون توربلنت أي مضطرب أو لامينر مستوي، أو لامينر اللي هو المستوي أو الرقائقي، يعني الغير مضطرب، الغير مضطرب. طب ما الفرق بين التدفق أو جريان الماء المضطرب وجريان الماء الغير مضطرب؟ جريان الماء المضطرب هو بيكون في الغالب في القنوات المغلقة، في القنوات المغلقة زي في الحنفيات والمواسير. الجريان السطح، جريان الماء في على السطح في الغالب يأخذ شكل اللامينر. اللامينر فلو طبعا يعتمد على شكل المجرى أيضا. اللامينر فلو أو الجريان الغير مضطرب أو الرقائقي، ليس من الرقائقي لأنه يكون في شكل مستويات رقائقية، مستوى مستوى مستوى، متغير السرعة، هيك بتزيد السرعة، حنشوف. Thin layer of water slide over each other، يبقى عبارة عن thin layers، طبقات رقيقة من المياه تنزلق فوق بعضها البعض على شكل طبقات رأسية. لو شفنا الرسمة هاي، هاي الرسمة توضح الموضوع. هذه عبارة عن البيد، هذه عبارة عن القاعدة، هذه عبارة عن البيت، سطح الأرض، وهذا عبارة عن ماء. الماء هذا لاحظ لو أخذنا مقطع فيه هنلاقي إنه يتكون من لايرز، 1 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لاير، سبع طبقات. الطبقة طبعا الأسرع هي الطبقة الأولى التي على احتكاك مع الهواء، والطبقة الأبطأ هي الطبقة التي في الأسفل لأنه في عندها قوة ممانعة. قوة الاحتكاك، قوة الاحتكاك reflection force، قوة الاحتكاك هي التي تؤدي إلى أنه الطبقة السفلى تحتك بالقاعدة، تحتك بالقاعدة وبالتالي فيها ممانعة، وبالتالي بتكون هنا أبطأ، وبالتالي لاحظ أنه بياخذ شكل لامينر. الأسفل أبطأ والأعلى أسرع، أو بتقل السرعة كلما اتجهنا إلى القاع، إلى قاع المجرى النهري. يعني سرعة الماء في سرعة الماء في التيار النهري، الماء اللي في السطح أسرع من الماء اللي في القاع. يعني لو سقط منك شيء على سطح الماء راح يجري بسرعة أكبر من لو سقطت في قاع الماء. طيب النوع الآخر وهو التوربولنت فلو أو التيار المضطرب. والتوربولنت فلو is a type of a fluid flow in which the fluid undergoes irregular fluctuations or mixing in contrast to the laminar flow. يبقى ما يميز التوربولنت فلو هو حركته وتذبذب غير منتظم ومخلوط في ميكسينج في حركة المياه. شايفين عندي هنا نفس الحالة اللي تو حكينا عليها. نفس الحالة اللي حكينا عليها هنا. هنا في عندي القاع، وبالتالي في عندي فريكشن والاحتكاك. هنا في فريكشن. اوكي. طيب. يمكن نحددها. يبقى زي ما حكينا هنا في حالة توربلنت. لاحظ في الأعلى طبعا التيار محتك مع الهواء. ولاحظ هنا في فرق في سرعة الماء. سرعة الماء على السطح تسمى Vs، متوسط سرعة الماء بتساوي 0.8 من عشرة مضروبة في سرعة الماء على السطح. لاحظ حركة المياه في القناة، حركة عشوائية، يعني إشي صاعد وإشي نازل وإشي رايح هيك وإشي رايح هيك، يعني في irregular fluctuation. الريجولار فلكتويشن في حركة غير منتظمة وحركة مضطربة للمياه داخل المجرى المائي. طبعا زي ما حكينا لاحظ تقريبا الجريان المنتظم بيكون سرعة القاع أبطأ بكثير من سرعة السطح، بينما في الجريان المضطرب تقريبا لاحظ أنه تقريبا سرعة القاع وسرعة السطح مش كتير فرق بينهم، يعني مش كتير في فرق بين أو هاي السرعة هنا، يعني لاحظ إنه سرعة القاع، لاحظ المنحنى، السرعة في القاع هنا والسرعة هنا، بينما السرعة في القاع هنا. يعني ال في التربنت فلو سرعة السطح في التربنت فلو أقل من سرعة السطح في اللامينار فلو. قلنا هي السبب عبارة عن ايش؟ فريكشن فورس والاحتكاك. طيب in the most channels في معظم القنوات a thin layer of the laminar flow near the stream bed is surmounted by much thicker زون اوف توربلنت فلو. تمام. طيب نيجي على موضوع اخر متعلق بحركه التيارات المائيه وهو رينولدز نمبر. رينولدز نمبر له علاقه بسرعه جريان المياه
وقوة الاحتكاك الناتجة من التيار المائي في المجرى المائي. طبعا رينولدز نمبر يرمز لها بالرمز RE، وهي often used as a prediction tools، تستخدم كوسيلة للتنبؤ بماذا؟ للتنبؤ بنوع التيار. يبقى RE اللي هو عبارة عن رينولدز نمبر determine at what velocity the depth of the depth flow changes from laminar to turbulence. عند أي سرعة وعمق راح يتغير جريان المياه من لامينار إلى توربلنت. طبعا المعادلة بتقول إنه ريدرز نمبر بيساوي في آر مضروبة في الرو على الميو. طبعا الفي عبارة عن المين فيلوستي متوسط سرعة التيار المائي، الآر وعبارة عن الهيدروك راديوس وعبارة عن يساوي الـ A في P، A مضروب في P واللي عبارة عن مساحة المقطع، والـ P هي عبارة عن الويتد بريميتر، الويتد بريميتر عبارة عن الـ P، والويتد بريميترز هي عبارة عن يعني باختصار عبارة عن المنطقة الرطبة التي يلامس فيها الماء المجرى. يعني هذا الصخور عبارة عن المجرى وهذا عبارة عن الووتر. هذه المنطقة الملامسة بين الماء والمجرى هي ما تسمى بالويتد بريميتر، وهي مهمة في حساب الهيدروليك راديوس. A طبعا زي ما قلنا كروس سكشن اوف ذا اريا، وال B عبارة عن الووتد بريميتر. طبعا الرو هي كثافة الووتر، بس هنا